السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في قناتنا عرب نيوز. في هذا الفيديو قمنا بالعديد من البحوثات لكي نجمع لكم أضخم وأكبر الأسلحة التي تصنعها الجزائر وتصدرها. إذا قبل بداية الفيديو لا تنسوا أرجوكم الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تصلكم كل فيديوهاتنا. يعتقد الكثير أن الجزائر بلد مستهلك فقط وتعتمد بالكامل على الأسلحة المستوردة، ولكن بعد هذا الفيديو ستتفاجؤون وستغيرون رأيكم، لأن الأسلحة التي تصنعها الجزائر وقوتها لا مثيل لها. ليس هذا وحسب، بل إن الجزائر تصدر بعضا من هذه الأسلحة إلى دول أخرى. بداية بنوع السلاح الأول، الدرون الجزائرية أو الطائرات بدون طيار جزائرية الصنع، منها الجزائر 54 والجزائر 55 وأمل 1 400 وأمل 2 700 وأمل 3 300 والفجر 10. كل هذه هي عبارة عن درون أو طائرات بدون طيار قتالية تصنعها الجزائر بكفاءتها الخاصة. هذه الطائرات المصنعة بالجزائر بأياد وكفاءات وطنية من مهندسي وتقنيي الجيش الوطني الشعبي الجزائري، مجهزة بتقنيات ووسائل حديثة تم تسميتها بالأسماء التي ذكرناها، تيمنا بهاتين المحطتين التاريخيتين البارزتين في مسار القوة التحريرية الجزائرية المباركة. النوع الثاني التي تصنعه الجزائر هي طائرات التدريب، وهي طائرات خفيفة بمقعدين، والطائرات الخفيفة بأربعة مقاعد، وأيضا الطائرات الخفيفة ذات مقعد واحد بقاعدة طفراوي جنوب مدينة وهران، وهي نفس المؤسسة ECA المصنعة من قبل مؤسسة بناء الطيران أو الطائرات، تقوم بتصنيع أول طائرة بدون طيار جزائرية التي تحدثنا عنها سابقا. ثالثا، السفن الحربية، وهو ما سمح بإنتاج جميع قطع الغيار لأغلب القطع البحرية الجزائرية التي تصنعها الجزائر، وشهدت الفترة بداية تخطيط لبرنامج تطوير البحرية من مجرد بحرية مراقبة ساحلية إلى بحرية أعالي البحار. وكان أبرز ما حققته البحرية الجزائرية في هذه الفترة تطوير وصنع طراد جديد محلي الصنع 100% وتصميم من نوع كورفيت جبل شنوة، مجهزة لحرب السفن والغواصات ومهام البحث والإنقاذ. يبلغ طوله 60 مترا ووزنه 550 طن وسرعته 30 عقدة. تم تسليح هذا القطع ب30 صاروخا خلفي مضاد للطيران، ومدفعي أمامي 76 ملم، وأربعة صواريخ صينية من نوع C-602 و C-630AK ملم. هذه الطرادات هي محلة الصنع، وأيضا ليست هذه هي القطعة البحرية الوحيدة التي تصنعها الجزائر، حيث تم محليا تصنيع 335 طرادات من طراز جبل شناوة، وأيضا وحدة صيانة لأعالي البحار قادرة على سحب سفن تزن 5500 طن، وأيضا تم تصنيع فرقاطات بطول 120 متر ووزن 5000 طن. أيضا من بين الأسلحة التي تصنعها الجزائر الصواريخ والقنابل والأسلحة الأخرى. تصنع مؤسسة البناء الميكانيكية بخنشلة منذ عام 1990 تحت الترخيص أغلب الأسلحة الروسية مثل المسدسات والرشاشات، بالإضافة إلى قاذفات RPG ورشاشات دراغنوف وقناصة AK-12 وAK-47 أشهرها كلاشينكوف الجزائر، بالإضافة إلى ذخيرة كل نوع وجميع أنواع قذائف وصواريخ RPG. أيضا وخامسا من بين الأسلحة التي تصنعها الجزائر الصناعة الميكانيكية، لإنشاء مصنع لتركيب أنواع دايامتر، كما أنشأت أقطابا صناعية جديدة أخرى ومنها مصنعين بالتيارت الأولى بشراكة مع لشركة الإنشاء المصنعة رين ميتل، مختلفة من شاحنات وسيارات رباعية الدفع من علامة مرسيدس بنز، والثانية بالشراكة، والثالثة بمنطقة عين سمارة وواد حميمين بقسنطينة بالشراكة مع العلامتين الألمانيتين كيوما للمدرعات مدرعة فوكس والإنتاج للمحركات MTU ديتس. ولصالح وزارة SNV مرسيدس بنز تروس من مخططات إنتاج 2000 شاحنة من قبل الشركة الوطنية الجزائرية للعربات الصناعية للدفاع الجزائري. أيضا تمتلك الجزائر مصانع ضخمة متخصصة في الصناعة الحربية، من بينها القاعدة المركزية للإمدادات التي تقع في بني مراد ولاية البليدة،
أيضا هذه القاعدة الضخمة التي تم إنشاؤها في 1975 تم تجهيزها بمختلف الآلات التكنولوجية الحديثة، ويتمثل مهام هذه المؤسسة في تطوير وتصنيع وتسليح الآلات الحربية مثل الدبابات والمدرعات والسيارات الرباعية الدفع، مما يعني أن الجزائر مما يغني الجزائر عن إرسال دباباتها ومدرعاتها إلى الدول المصنعة لتطويرها، يمكنها فقط تصليحها في الجزائر. كما يتم في نفس المؤسسة تصنيع الكثير من قطع الغيار للمدرعات والدبابات، كما تقوم أيضا بتطوير وتصنيع عتاد عسكري لعدة دول عربية وإفريقية. أذكر على سبيل المثال تم تطوير كل المدرعات والدبابات التونسية والليبية في هذا المصنع، وهذا ما يعد أيضا تصديرا للمنتجات الجزائرية سواء الصناعية أم الخدماتية. ومؤخرا يشتغل المصنع قرابة 2000 عامل من مهندسين وتقنيين وخبراء في هذا المجال، حيث تم تكوينهم في أكبر الجامعات الألمانية في مجال تخصصاتهم. أخيرا أكد سعيد شنقريحة خلال ترأسه اجتماعا للمديرين العامين لمؤسسات الصناعات العسكرية أن المؤسسة العسكرية الجزائرية تفكر في غزو الأسواق الأوروبية والعالمية واقتحام الأسواق الإقليمية والدولية لتصدير المنتجات الصناعية العسكرية الجزائرية التي قطعت أشواطا عملاقة خلال السنوات الماضية. وقال أنه يتعين علينا توسيع دائرة اهتمامات الصناعة العسكرية لتشمل إضافة إلى تلبية حاجات الجيش والأسلاك المشتركة والسوق المحلية، بل تتحدى إلى ولوج الأسواق الإقليمية والدولية والتفكير جديا في تصدير منتجاتنا كما نفعل سلفا، شرط الحرص على جودتها ومطابقتها للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، فضلا عن اعتماد الشفافية وأحدث طرق التسيير والرفع من نسبة الإدماج التي تضمن لنا المنافسة مع المنتجات الأخرى فيما يخص الجودة والأسعار، انطلاقا من الكلفة المعقولة للمواد والأولوية التي تحصل عليها بلدنا، وكذا توفير اليد العاملة المؤهلة. فما رأيك مع أعزائي المشاهدين فيما قاله السعيد شنقريحة؟ بالأخير وصلنا لنهاية الفيديو، وهل كنتم أن الجزائر تصنع كل هذه الأسلحة ناهيك عن تصديرها أيضا؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. أعزائي المشاهدين، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أرجوكم الضغط على زر الإعجاب، هذا سيساعدنا كثيرا، خصوصا وأن قناتنا الأخرى تعرضت إلى حملة تهكير أدت إلى قناتنا. تخيلوا أعزائي المشاهدين، 512,000 مشترك ذهبت مهب الريح بسبب قرصنة. إذا نرجو منكم الدعم أعزائي المشاهدين لكي تحصلوا على المزيد من هذه الأخبار الحصرية التي نجتهد ونبحث عنها لكي نقدمها لكم. أشكركم على المشاهدة، وسنلتقي مجددا مع فيديوهات أخرى مثل هذه. إلى اللقاء.